اخبار شلون صدق ان شاء الله. انا جاي اقول لكم هاي سمعوني كلهم الاتحاد اموال الكبيره والصغيره اللي تحتاجونها حاضر ايش تحتاجون انا حاضر السلام عليكم تريدون التجهيزات اجيب لا التجهيزات الحمد لله يعني الاتحاد اليوم اصلا تجهيزات باكر اصلا اذا تريدون من هاي كل اديداس من ما تريدون من هو ما يجيب ان شاء الله بيكم البركه انا اي ضغوطات صراحه نفسيه أنا أرجع أقول أي شيء تحتاجه من عندي أنا على